الأصل الأول المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، والذي أجمع أهل البدع على عدم الأخذ به، متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، ولكن أجمع أهل البدع على عدم الأخذ به. ومن أخذ به من أهل البدع تلبيساً ومخادعةً ومجاملة فإنه يفهمه على خلاف الأصل الثاني. ما هو الأصل الأول؟ ألا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة. يا بسطى بسطى، ألا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، ألا نعتقد شيئاً بقلوبنا في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر أو الصحابة أو مرتكب الكبيرة أو المسائل العقدية كلها، لا تعتقد منها شيئاً إلا وعليه شاهده وبرهانه ودليله من الكتاب أو السنة. احذر من أن تعتقد شيئاً لا دليل عليه. انتبه انتبه، قف، علامة خطر. كثير من طوائف الأمة ضلوا لأنهم لم يسوقوا معتقداتهم من الكتاب والسنة، وإنما ساقوها من عقولهم أو من أذواقهم ومواجيدهم أو من مكاشفاتهم وأحلامهم ورؤاهم أو من النقولات الواهية الموضوعة المكذوبة على آل البيت، أو ساقوها من أصول أخرى، لكنهم متفقون على عدم أخذ الاعتقاد من الكتاب والسنة، فوقعوا في ضلال عظيم لا زالت الأمة تعاني آثاره إلى هذا اليوم. أما أهل السنة والجماعة لا، طريقان لا ثالث لهما في الاعتقاد، ما في طريق ثالث، طريقان فقط: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غيرها ما فيه. أي عقيدة تدخلها في قلبك وتؤمر باعتقادها، اسأل أولاً عن برهانها ودليلها ومستندها، فإن وجدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأدخلها في قلبك واحتضنها في صدرك وأنت مطمئن البال، مرتاح الخاطر، منشرح الصدر. ولذلك لا تجد عقيدة في هالكتب العقدية الكبيرة إلا ويؤيدها مؤلفها مباشرة بدليلها من الكتاب والسنة. فعقيدتنا في الله مبنية على أدلة، عقيدتنا في عالم الملائكة مبنية على أدلة، عقيدتنا في عالم الجن مبنية على أدلة، عقيدتنا في عالم الآخرة بداية من القبر ونهاية بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كلها مبنية على أدلة. لا تقول لي اعتقد إلا بدليل، لا تقول لي اعتقد إلا بدليل.